السلام عليكم ورحمة الله. كثيرا يا إخوان بخير مزيان. اليوم إن شاء الله نتكلم على واحد الموضوع اللي دار واحد الضجة، ويعني تواصلوا معي بعض الإخوة اللي قال لك بأن كاين واحد الشمعدان اللي بغيت نوضح للإخوان، وادري سلام بالخصوص لأبو بكر. ضروري خاصني نوضح ما عندي من دير، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين، يعني ما كنتش باغي ندخل في هاد الامور، ولكن انت تشوف شي حوايج يعني ضروري خاصك تهضر. يعني الامور اللي بغيت نقول لأبو بكر بانه اول حاجه، يعني بنادم راه ولا كيعرف، بنادم يعني راه طور في المجال، و يعني وصل لواحد النيفو اللي انه ولا كيفرق ما بين الاشياء المزوره والاشياء الاصليه. هذه من جهه، يعني ان فوا غادي تحط يعني شي فيديو غيكون فيه شي خلل، يعني غتلقى بزاف ديال التعليقات، وتلقى بزاف ديال الامور، يعني لغدا تقدر تطيحك في اشكال في شي موقف. ولهذا كان يعني كنطلب من الاخ ابو بكر بانه خصو يعني يبقى يدرس الفيديوهات ديالو، ما يبقاش يعني يحط اي فيديو. راه حطيت اي فيديو راك تدلل لواحد الفئه ديال الناس، يعني راه ملي كتقول لبنادم راه كاين شي معدن ديال الذهب، راه غدا الصباح راه كلشي يصبح تيقلب. هذه راه مسألة بديهية، كلشي يصبح تيقلب على شي معدن، وشي معدن يولي يدير واحد الثمن خيالي. حاليا شي معدن في هذا الشكل هذا الإخوة اللي كتشوفو دابا حاليا، عندنا نهضر عليه من بعد، اللي كتشوفوه دابا حاليا كيدير 1000 حتى 1500 درهم، يعني هذه في الجوطية، هذه كتساومو في الجوطية كيقولك 1000 حتى 1500 درهم. يعني فما بالوك الا مشيتي للمحال ولا شي بازار ولا هكا ولا هكا. يعني غير مؤخرا طلعوا هاد الامور ديال النحاس طلعات. علاش؟ حيت بنادم ولا ملهوف على هادشي ديال النحاس، وملهوف على هادشي ديال لونتي، كيبان له كلشي راه عنده قيمه، وكلشي راه عنده واحد النيفو طالع. ممكن تلقى العديد ديال الناس دابا واخدن يعني شي اشياء ما عندها حتى شي قيمه، بنادم غير كيشري وكيحط. ولهذا كنبغي ننصح الاخوان بان بنادم خاصو يعرف شنو كيدير. وبن نرجع لابو بكر، بغيت نقول لك غير واحد المساله، فهمتيني وانت تفهمني مزيان. دابا ملي كتعطي بنادم المعلومه وكيمشي كيبحث وكياخد شي اشياء بالغلط، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، يعني وانت كتعطي على المعلومات الغالطه، يعني هو كياخد هذيك المعلومات. ولكن راه هو مع المجال ومع يعني مع المده ومع الاستمرار، يعني تيوعى تيعرف راسو شنو كيدير، فهمتي؟ انت كتولي يعني كتبان له انت واحد الانسان سيء، كنهضر معك بكل صراحه، كتولي تبان له واحد الانسان سيء، يعني انت ضللتيه معطيتيش المعلومة الصحيحة. يعني كاين عدة قنوات تبارك الله عليهم إخوان، يعني كيعطيك معلومة صحيحة، كيجيب لك معلومة بالأدلة بالبراهين، ماشي غير مثلا ربما بنادم أي واحد كيغلط، ولكن بنادم اللي غلط خاصو يصحح الغلط ديالو. يعني أنا مكنتش باغي ندخل في هاد المواضيع، ولكن يعني ضروري خصنا نهضرو باش تا الإخوان يعرفوا شنو كاين، يعني باش بنادم ما يمشيش يقلب. هاد المسائل ديال الذهب راه كاينه، ماشي ما كايناش الاخوان، ولكن راه باش تلقاها هي تتبقى مساله ارزاق، ولكن راه من سابع المستحيلات. باش نكون واضح، باش ما نضلوش بعضياتنا، يعني تلقاها ماشي ما تلقاهاش، ولكن راه في سابع المستحيلات باش تلقى يعني مسائل ديال الذهب قيمه. راه حيت العالم تيعرف الذهب، نقولوا تلقى مثلا شي تحفه ديال مثلا شي تلقى شي فاز مثلا ديال السيراميك، تلقى يعني
شي زلافة ديال السيراميك، شي كاس ديال شي امبراطور متفق معاك. بنادم ما كيعرفش هاد الاشياء، قليل غير بنادم اللي عنده خبرة. ما بالنسبة للداب، الداب راه كيعرفوا، اللي كيعرف لونتيك واللي ما كيعرفش لونتيك، يعني اي واحد يشد داب بينا جدي راه ما يطلقوش لك، باش تكون واضح. الا اللي كانت شي حاجة رقيقة ما بينيش، شي حاجة اللي دارت في الغلاط وصافي، اما شي حوايج كبيرة ديال الداب الاخوان باش تعرفوا اللي كاين، راه بنادم راه ما يطلقهاش لك من يدك، باش تكونوا واضحين. فعل مثلا شي طابلو متافق معاك يزلق يكون عنده قيمة متافقة معاك، يعني هاد المسائل اللي تتكون ما بيناش. اما الداب الاخوان راه كلشي كيعرف. مثلا الفضة، الفضة متافق معاك تقدر تزلق شي حاجة، حيت بنادم ما كيمشي واخا الفضة، الفضة فيها انواع كتيرة وما بيناش، ماشي بحال الذهب، الذهب باين ويعني، وتا هذاك الطوابع ديال هذيك الشمعدان راه ماشي ذهب يعني. ها هو جبت لكم الاخوان هذا، شبيه تقريبا لهذاك الشمعدان اللي نضت عليه هاد الضجة هادي، ها هو تا هو نفس هذا، تا هو مشلل مدير له 24 كارا، مشلل بالذهب ديال 24 كارا، نفس هذاك، ماشي كله ذهب خالص. وخا درتي مثلا العنوان في الاول بانه ذهب خالص ومن بعد يعني بدلتي العنوان، ولكن المحتوى ديال الفيديو راه بقى هو هو، راه واخا تبدل العنوان يعني، ويعني بلوكيتي يعني، بلوكيتي في كومونتير يعني الاسئله في كومونتير والاجوبه، ولكن راه المحتوى بقى هو هو. يعني دابا شنو خصك دير؟ يعني خصك، انا عارفك ما غاديش ديرها، فهمتي؟ عارفك ما غاديش تقدر ديرها، تنزل فيديو اخر وتطلب الاعتذار الاخوان وهكا، يعني ما انا عارفك ما تقدرش دير عليها، انا درتها بلاصتك، فهمتي هذاك الشيء علاش. يعني اي واحد كيغلط، ولكن راه لا غلط بنادم خاصو يصحح. راه عندك متتبعين، يعني عندك واحد الفئه ديال الناس كتبعك، ما تهضرش على الفئه اللي الناس عارفه، الناس اللي عارفه راه عارفه شنو كدير، وكاين واحد الفئه اللي ما عارفاش شنو كدير، فهمتي؟ عارفاش فين غادا ولا فين جايه ولا، يعني كتسمع راه كاين الدواء راه كتمشي تقلب عند. يعني انا اشوف هاد الفتره هادي شحال ديال الاثمنه طلعت في لونتيك، وشحال بزاف الحوايج، انا نهضر بكل صراحه، يعني خصنا نقلبوا لشي حاجه اللي عندها قيمه الاخوان، فهمتوا؟ ما يعني معدن ولا هكا، يعني مزيان يتحط كديكور في الدار والناس راه عنده العشاق ديالو هكا، يعني كقيمتو كنحاس، مش انا ناخدو مثلا يعني الدوب القيمة ديالو، فهمتوني؟ يعني دابا وليت كتمشي تلقى شي اثمنة خيالية ديال الشمعدان ديال النحاس، ولا ديال المهراس ديال النحاس، ولا شي حوايج ديال النحاس. هي الا كانت شي حاجة اللي عندها قيمة ديال النحاس فري، مرحبا ماشي مشكل، الثمن لا يحدد، ولكن يعني الا كانت متوفره في السوق وفي نفس الوقت كتلقاها غاليه تما فيك الاشكال. ولهذا كنطلب من الاخوان هو هذا. وبالنسبه لهذيك التيكيت، المشكل دابا هو انه دخام الامور، انا ملي بانه قال بانه عاد كاين واحد يعني واحد الباحثه ديال لونتيك بان هي اللي قيمات هذاك الشمعدان، وبانه هو من القرن العشرين، يعني مشكله. هو راه غير مزور هذا تقريبا الاخوان، ها هو فحالو، ماشي مزور وانما مشلل ها هو كيدير 70 اورو، هو هذا فحالو نيشان، فهمتي؟ كيدير 70 اورو الاخوان، يعني راه مكاين حتى شي حاجه، مكاين لا ذهب لا والو، راه غير نحاس ومشلل. المهم شي الليل هذا ما عرفناش واش نحاس ولا شي معدن اخر. بالنسبه لهاد المسائل الاخوان، خصنا نبقاو ناخذ احتياطات ديالنا، ويعني وبالنسبه الاخوه اللي عندهم قنوات، يعني نتحقوا من المعلومه الاخوان، راه عندكم متتبعين، يعني ملي تحط المعلومة تحطها صحيحة، ماشي تحطها يعني
تحط المعلومة غالطة، راه بزاف الناس كيغلطوا في الطريقة. يعني لهذا الإخوان اضطريت يعني ندير هذا الفيديو باش نوضح الأمور. يعني بزاف الإخوان ونادت يعني بزاف الهضرة، ويعني أي حاجة كتوقع راه كتنوض يعني بزاف الأمور. المهم من باب الاحتياط كنطلبوا من ابو بكر انه يعني يضبط الفيديوهات ديالو، راه الناس يعني ولات واصل لواحد النيفو اللي ما بقاش يعني شحال هادي فيديوهات. ربما كنتي كدير فيديوهات يعني وبنادم ما عارف والو كدوز، فهمتي؟ دابا الامور تطورات ودخلوا ناس يعني اختصاصيين في الدومين، ودخلوا ناس بزاف. ان فوا كتحط شي حاجه ماشي هي ديك راه كتنوض عليها، فهمتي الهضره؟ وهكا وهكا. ولهذا الاخوان كنتمنى يعني تفهموا الوضع كيفاش داير، وتعرفوا المسألة كيفاش دايرة. ويعني كنطلب من الاخ ابو بكر ما تاخذش مني انا موقف، انا وانت ما عنديش معاك مشكل، فهمتي؟ انا كنعقب على الفيديوهات اللي كدير، اما انت كشخص ما عنديش انا معاك المشكل، فهمتيني؟ انا عارف كتبقى تدار وكذا وهذه ما كتقبلش هضرتي بصفة نهائية، ولكن انا بغيت نوصل لك واحد الرسالة. انا ما عنديش معاك مشكل بصفة نهائية، حيت انا ما كنعرفكش وانت ما كتعرفنيش شخصيا. انا كنهضر على الموضوع، على المحتوى، هذا هو اللي كاين. انت كده الكوميديا اللي شتيني انا غلط او تاني، عندك حقك تهضر، فهمتيني؟ اي واحد غلط عندنا الحق نهضرو ونصلحو له الغلط ديالو ويتقبل. اي واحد شافني غلط في فيديو ولا هكا يعقب عليا ومرحبا، ولا كتغلط نعترف بالغلط ديالي، مرحبا. راه اي واحد كيغلط، حتى شي واحد ما معصوم من الغلط. المهم، السلام عليكم ورحمة الله.